جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: إذا صلت المرأة في ثوبها الساتر لجميع بدنها، لكنها إذا ركعت ارتفع ثوب وظهرت العقبين، فهل الصلاة صحيحة؟ إذا لم تعلم بذلك صلاتها صحيحة، أما إذا علمت وتركت شيئا من بدنها مكشوفا فإنها تبطل صلاتها. كان ذلك كثيرا وتركته وعلمت به إنها تبطل صلاته، لأن ستر العورة من شروط الصلاة، والمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها إذا لم يكن عندها رجال غير محارم. نعم.